يعقد مجلس الأمن اجتماعا للتصويت على مشروع قرار جديد يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة. كما يناقش الاجتماع السماح بوصول المساعدات الإنسانية، ويناقش المجلس شروط نظام مراقبة المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة. من النساء والأطفال، أي 90% بعبارة أخرى 90% من السكان غزة أصبحوا في عدد النازحين داخليا. أفعال إسرائيل الطائشة قد طالت كذلك الرهائن. يتم كذلك فرض قيود على إيصال المساعدات الإنسانية لغزة. هناك نقص هائل في الوقود والأدوية والمياه، والنظام العام اقترب من حافة الانهيار. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أكد أنهما من ملاذ آمن في غزة. من أصل 36 مؤسسة طبية، 8 فقط تعمل بشكل جزئي، ولكنها تفتقر إلى المياه والكهرباء. نشهد كذلك زيادة في عدد الموظفين الذين فقدوا حياتهم. موظفو الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر قد تعرضوا للقتل. 90 من مرافق الأمم المتحدة قد تعرضوا للهجوم، أو 33 من موظفي الأمم المتحدة قد قتلوا. ووفقا للمنظمة، هذا أكبر إزهاق للأرواح منذ تأسيس المنظمة. رئيس مركز تنسيق الشؤون الإنسانية مارتن جريفيث قد اعترف أن الكارثة التي نشهدها هي الأسوأ، خاصة وأنه ما من ملاذ آمن للأشخاص. وقال كذلك إن الهدف المعلن، أي القضاء على حماس، هذا هدف لا يمكن تحقيقه. وفقا لتقارير الإعلامية، أسقطت إسرائيل 29,000 من القنابل الجوية على غزة، وهذا يماثل عدد القنابل التي أسقطتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال عدوانها العسكري على العراق في 2003. ومن هنا الوضع في غزة مزرن. نشهد كذلك هجوما على كنيسة قناصة إسرائيلي قد قتل عددا من المصلين، والبعض كذلك قد تعرضوا لجراح في محاولة لحماية المصلين، ولم يكن هناك أي إنذار مسبق. كذلك